مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بحضراتكم وساعة بث مباشر من برنامج خد بالك. الثقافة القانونية هامة وضرورية، علشان كده بنحاول في كل حلقة نتكلم في موضوع من الموضوعات الحياتية اللي بنتعرض ليها يوميا. لو حضرتك أو حضرتك بتفكري أنك تشتري بتقسيط، سواء أجهزة كهربائية أو وحدة سكنية، لغاية هنا ما فيش مشكلة، لكن المشكلة أنك لازم تعرف أنت بتوقع على إيه. هنتكلم النهاردة تفصيلياً عن اللي هو الشراء الآجل، إيه المسؤولية القانونية اللي بتترتب على الشراء الآجل، وكمان ممكن حضرتك توقع كضامن، مسؤولية الضامن إيه؟ قبل ما نتكلم في موضوع حلقة، اسمحوا لنا نرحب بسيادة المستشار فادي عجيب أنور، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. مرحبا بحضرتك فندم. أهلا مرحبا بك نشأت. بنقول الضمانات القانونية للدين الآجل، بداية عاوزين نعرف أنواع وأشكال الضمانات إيه بالنسبة للبايع وللمشتري. تمام، خلينا بس الأول مبدئيا نتطرق لمعنى كلمة الدين وبتتمثل في الدين هو شخص بيدين. تمام، الشخص دوت شخص بيدين لشخص، الشخص المدين دوت بيسمى المدين لشخص آخر بيسمى صاحب الدين أو الدائن في شيء أو في مال، والمال دوت ممكن ياخد بعض الصور كأداء خدمة أو بضاعة أو مبلغ نقدي. ده بالنسبة للدين. طيب الضمانات اللي ممكن بعد كده أخدها على حسب هل الدين ده متمثل في إيه؟ هل هو متمثل في عقد والعقد دوت بيع وشراء، ولا هو متمثل يعني في عقد مكتوب بين الطرفين، ولا مجرد حاجة متوقعة زي إيصال أمانة أو غيره؟ ده حقيقي، الدين بياخد أشكال كتير. يعني أنا دلوقتي لما بيع لحضرتك وحدة بالتقسيط بتدفع جزء ويتبقى جزء، الجزء المتبقي ده دين في رقبتك أو دين عليك زي ما بيقول. طب لما حضرتك بقرضك مبلغ وببقى عايز أخد ضمان إن أنا سلمتك المبلغ دوت أو أقرضتك المبلغ ده، هي القروض من البنوك مثلا، الله ينور عليك، برضه أخدت قرض من البنك فبحرر شيكات للبنك، أخدت مبلغ من حضرتك كده ما بيني وما بينك، فأنت بتبقى عايز ضمان، فتيجي تقول وقع لي على إيصال أمانة. دي أشكال الضمانات. أشكال ضمانات كتير بقى. دي أشكال ضمانات كتير، بس الفكرة كلها إن في كل أو السائد كعقود بيع أو شراء، إن أنا بشتري واحدة وبقسط باقي المبلغ، فده دين عليا، بالإضافة إنه بيبقى فيه التزام على الطرف المقابل اللي هو البائع. تمام. طيب سيادة المستشار، إحنا بنقول في ضمانات كتير زي ما حضرتك قلت، يعني نتكلم ممكن ما يبقاش في عقد. تمام. مثلا لو في إيصال أمانة. جميل. إيصال أمانة إيه شكله؟ يعني إحنا اللي هنيجي في ننحاز للبايع ولا للمشتري؟ تمام. إحنا هناخد كل جانب منهم. جميل. أولاً إيصال أمانة، إيه الواجب يتكتب في إيصال أمانة، وإمتى إيصال الأمانة يبقى له شكل قانوني صحيح؟ طيب خلينا نتفق مبدئياً، هو إيه السبب اللي يخليني أحرر إيصال أمانة؟ أنا اقترضت من سيادتك مبلغ، فأنا أقدر أعمل مع سيادتك عقد قرض، أو إن أنا أحرر لك إيصال أمانة. سيادتك اديتني مبلغ، فانت بتبقى عايز ضمان ان انا ارد لك المبلغ دوت، فيفضل فبتيجي تستكتبني، طب والله اكتب لي ورقه ان انت اخدت مني المبلغ ده. فيفضل دايما في ايصال الامانه، حتى في ايصالات مكتوبه وتتباع في المكاتب، او في ايصالات بتحررها عن طريق الكمبيوتر وتطبعها، يفضل دايما. انهي الافضل؟ الافضل ان من اوله لاخره الشخص المدين يحرره، هو ده الافضل. يعني احنا دلوقتي هنتكلم كبائع، كشخص بيبيع مش حاجه يعني، مثلا اللي هي في الغالب بتكون مثلا زي اجهزه وكلام زي دوت، بيجي يقول له امضي لي على ايصالات الامانه. جميل. ايصال امانه شكله القانوني ايه؟ طب شكله القانوني ان هو من اوله لاخره يوقع ويملى بخط يد المدين. أو الشخص اللي بيقسط. يعني على سبيل المثال انا بشتري من سيادتك حاجه، فبشتريها بالتقسيط، بدفع لك مقدم وبقسط المبلغ المتبقي. فيفضل ان على سبيل المثال استلمت انا فادي عجيب مبلغ وقدره تمام 10,000 جنيه من أستاذ نشأت. تمام، وذلك بصفة أمانة لتوصيلها للسيد، ولازم أحط طرف ثالث. يعني احنا دلوقتي احنا فهمنا حضرتك قلت شخص اتنين تلاتة، لازم يكون، ما هو على سبيل الأمانة، هو إيصال الأمانة، ما هو حتى اسمه إيصال أمانة. إيصال في أمانة، يعني هو أصلا مش ضمان لدين، هي الفكرة كلها في كده، لكن بيستخدم بقى هنا. انا اقدر استخدم ايصال الامانه كشق مدني، كشق جنائي، وفقا لقانون العقوبات، وفقا للقانون المدني، انا الزمك باداء الشيء اللي انت استلمته تمام او بددته. هنا بقى كاجراء قانوني انا باخده قدامي المتسع من القوانين ان انا اطبقها في موضوع ايصال الامانه. يعني بيبقى ثلاث اشخاص، لازم يكون ثلاث اطراف. طيب نتوقف عن ثلاث اطراف ونكمل ايه هو الشكل القانوني لايصال الامانه كمان، بس ناخد الاستاذ مجدي معانا من قبل الحلقه. الاستاذ مجدي مساء الخير. الو مساء الخير يا فندم، ازيك يا استاذ؟ اهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. ممكن اكلم سياده المستشار؟ معاك يا فندم، اتفضل. الو مع حضرتك يا فندم. اتفضل. انا اخويا كان اعمال حره، كان نقاش كده عنده 57 سنه، وبعدين جات له ظروف كده بتاع فشل كلوي،
وبرضه راح فترة تانية جات له غرغرينة في رجله، فهو محجوز في مستشفى الدمرداش الخاصة وما عندوش أي معاش ولا ضمان اجتماعي ولا أي حاجة، ولا أي حاجة يعني، ومش عارفين نوصل لأي نعمل له معاش. فكنت بكلم سيادة المستشار إيه الإجراءات اللي أنا ممكن يعني يمشي فيها عشان خاطر هو يعني هو مش موظف حكومي ولا حاجه ولا اي حاجه يعني هو ولا كان شغال في قطاع خاص يا استاذ مجدي ولا حاجه؟ لا ولا حاجه خالص، كان ما اشتغلش يعني اثناء ما كان بصحته ما اشتغلش مثلا؟ لا اشتغل في قطاع خاص من زمان حوالي 15 20 سنه في المقاولين، اشتغل 10 سنين مؤمن عليه. طيب في ليه تامينات حتى قديمه؟ اللي هي التامينات اللي كانت القديمه في المقاولين العرب حوالي 12 سنه وسابها واشتغل حر كده. مثبته ده بواقع في ما يثبت كده؟ طبعا في كل الاجراءات اللي هي في الباتر، معاه ورق الباتر ومعانا الفشل الكلى وبيغسل ودلوقتي ما بيتحركش خالص، وبننزله احنا اخواته بنصرف عليه، بس مصاريف كتيره يا استاذ ناشئ الجامد. الف سلامه يا فندم. حاضر، الله يخليك. في اي استفسار؟ شكرا استاذ مجدي. طيب اولا الف سلامه على اخو استاذ مجدي. ثانيا هو يقدر بموجب تقرير طبي ان هو يروح وزاره التضامن الاجتماعي ويقدم، لان هو بيقول ان في بتر، فاذا في اعاقه دائمه فيقدر ان هو يقدم في الضمان الاجتماعي، بيطلع له كارنيه دلوقتي اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصه ويتمتع بالضمانات اللي بتوفرها الدوله. بس هو الموضوع بيبقى بس عايز اجراءات وتقارير طبيه وكوميسيون طب هيتعرض عليه، وبيبقى لجنه بتقرر يثبت انه فعلا الوقع صحيح، يعمل بس بعض الاجراءات، لكن في الاخر بيطلع له الكارنيه وبيقدر يستفاد بالضمانات اللي بتكفلها الدوله يعني لذوي الاحتياجات الخاصه. دي اسرع خطوه، ما فيش اي خطوه. اسرع خطوه بصراحه. طيب الاستاذه عزه، مساء الخير يا فندم. ايوه مساء النور. اتفضلي. من فضلك، عندنا شقه ايجار قديم. اي فندم. هي اتاجرها كده في 69. الاسره مكونه من الاب والام وثلاث ولاد واربع بنات. اي فندم. الاب توفى في حدود 74. اي فندم. وبعدين جه الولد الكبير سافر كده 78 هاجر. وبعدين بعديه بنتين وبعديه ولدين، وبعدين الام هاجرت في 94. في 94. اي وبعدين ليهم في واحده من البنات اتجوزت وراحت الصعيد، وبعدين جوزها توفى واتجوزت تاني وهي ساكنه قريب مننا. ايوه. وفضلت اخت في الشقه، الاخت الاخيره دي هاجرت في 97. اللي هي جوزها توفى دي جايه حاطه ايدها على الشقه وبتقول دي من حقها. طيب اللي جات تقعد في الشقه دي قبل وفاه الاب كانت موجوده يا فندم ولا ما كانتش موجوده في الشقه؟ قبل ما تتجوز طبعا كانت قاعده، كلهم قاعدين مع طيب بعض. طب قبل ما تتجوز حصلت وفاه الاب ولا توفى بعد ولا قبل ما خرجت بره؟ هو توفى 74، كانوا لسه صغيرين. تمام. وبعد كده هي اتجوزت في حدود سنه 85 كده. بعد الوفاه. بعد الوفاه. يعني احنا بنسال علشان نعرف شروط الامتداد القانوني لعقد الايجار. طيب ما هي مش قاعده عندنا اصلا. ايوه يا فندم، يعني هي بس مشيت بعد وفاه الاب، لكن بعد وفاه الاب كانت موجوده في الشقه. لا ما كانتش موجوده في موجوده كبنت. ايوه. بعد كده اتجوزت. طيب في 85. ما احنا بناخد تسلسل عشان سياده المستشار يرد على حضرتك. طب ما هي توفى يعني هي مشيت في 85، اتجوزت في 85. تمام يا فندم. وراحت الصعيد، بعد كده جوزها توفى واتجوزت تاني وجات سكنت في شقه قريبه مننا. ايوه فندم. هل من حقها الشقه؟ حاضر يا فندم. وبعدين مش بس كده، الام هاجرت في 94 وتوفت 2010 او 2012 حاجه زي كده. طيب حضرتك اخذتي ايصالات او اديتيهم ايصالات يا فندم؟ ما بياخدوا ايصالات، بتيجي تدفع الايجار. انت حضرتك بتحرري لها ايصال؟ ايصال باسم ابوها. ايوه، يعني اثناء تواجدها في الشقه حررتي ايصالات؟ لا. ولا امتنعتي عن تسليم ايصالات؟ هي مش عندنا اصلا يا فندم. هي مش مقيمه. ايوه يا فندم، حضرتك يعني مثلا لغايه الشهر اللي فات وقعتي على الايصالات؟ واخده وصل مني. واخده وصل. طيب يا فندم، في اي استفسار؟ طيب اخواتها اللي بره دول اللي هم المهاجرين ليهم حق في الشقه؟
هي حاجزة الشقة عشان أخواتها دول ييجوا يقعدوا، هو كل شوية حد فيهم يجي يقعد. بيترددوا على الشقة يعني؟ بيترددوا على الشقة. حاضر. بس هم مهاجرين، واحد من 78 وواحد من 80. طب هو بس سؤال أستاذ عزة، ساعة وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته حضرتك عملتي أي إثبات حالة من محاضر؟ لا ما عملناش حاجة، ما هم قاعدين، كانوا قاعدين نعمل إيه؟ ما هم كانوا طفولة يعني، فكانوا أنا بتكلم لما الأب كانوا توفى. كانوا طفولة. تمام تمام، لما الأب توفى وبعد كده لما الأم توفت حضرتك ما عملتيش أي إثبات حالة بالمحاضر؟ لا ما هي لما سافرت إحنا ما نعرفش إن هي توفت بره، إحنا عرفنا بطريق الصدفة. تمام تمام، شكرا يا أستاذ عزة. يعني هنا دلوقتي شروط الامتداد القانوني لعقد الإيجار يا فندم؟ لا هو الموضوع دلوقتي بسيط جدا، هي بتتكلم ان المستأجر الأصلي توفى ثم زوجته توفت ثم الأبناء كلهم تزوجوا خارج العين، فهي حق لها هنا ان هي ترفع دعوة انتهاء علاقة إيجارية لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد لها عقد الإيجار. طب لو جه حد من الورثة، هم يا فندم امتد ليهم بحكم إقامتهم قبل الوفاة. جميل، بس كل واحد تزوج، ما هي بتقول ان كل واحد تزوج، اللي هاجر ده بشهاده تحركاتها نسبه ان هو خارج البلاد، فاذا ما فيش اقامه دائمه ومستقره. البنات هنقدر من السجل الاحوال المدنيه نسبه ان هم متزوجين وكل واحده ليها مسكن زوجيه، فاذا تقدر تاخد شقتها. طب ما هما رجعوا للشقه. ماشي، ما هو رجعوا دي اقامه عرضيه وليست اقامه دائمه، يعني البنت اللي بتتردد ديت ثابت من الاحوال المدنيه ان هي متزوجه زواج تاني بعد وفاه الزوج الاولاني، فبالتالي نقدر نثبت دوت. حتى لما الخبير هينزل هيجي يطلع على جميع الاوراق هيتضح ان البنت المقيمه دلوقتي اقامه عرضيه هي كانت متزوجه من احد الاشخاص توفى وتم زواج تاني مقيمة خارج الوحدة السكنية، كان خارج الوحدة، فبالتالي الإقامة اللي موجودة ليها آخر بنت دي هي إقامة عرضية ولا يمتد ليها عقد الإيجار. تمام. الأستاذة سميرة مساء الخير يا فندم. أيوه مساء الخير، زي حضرتك أستاذ نجم. أهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. لو سمحت، أنا كان في شقة عندنا في بيت أبويا، واحدة متجوزة من سنة 80 ماتت في 90، جوزها جه واتجوز، هل هو مش جايب منها عيال بس اتجوز واحدة تانية غيرها، هل من بعد إيه هو ممكن الشقة دي هي تورثها وتقعد فيها؟ هي إيجار قانون قديم. إيجار قديم. الإيجار باسم مين؟ الإيجار باسم الزوج؟ بالزوجة اللي ماتت، بالزوجة، ما فيش أي العقد باسمها والنور باسمها، ما فيش أي حاجة تاني. يعني العقد العقد باسم الزوجة. أيوة. وهي توفت. هي توفت من سنة 90. وامتد للزوج. وامتد للزوج، الزوج دلوقتي قاعد فيها. هو جه واتجوز واحدة تانية. هل من حقها تورثه من بعد ما هو عنده 84 سنة؟ هل من حقها تقعد فيه في الشقة من بعد ما هو يموت؟ تمام، في استفسار فن؟ لا لا خالص. طيب شكرا أستاذ سميرة. من حقها أنها تقعد. من حقها. يعني هي الزوجة الثانية من حقها، لأن بعقد الإيجار 1980. فإذا بيطبق عليه الشروط القديمة فمن حقها. من حقها. طيب. الأستاذ محمد، مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير أستاذ نجد. أهلا بحضرتك يا فندم. السلام عليكم. ممكن نتكلم معالي المستشار؟ معاك يا فندم، اتفضل. حضرتك يا فندم. الله يخليك. معالي المستشار، انا اشتريت شقه سنه 2021. تمام. بس بعت حوالي حق انا والمالكه السابقه للمستاجره سنه 23. تمام يا فندم. وبعد كده طلبتها بالايجار من شهر فبراير 23 لحد اقامه الدعوه في شهر 8. معلش، ايه القيمه الايجاريه تاني؟ معلش ما سمعتش سيادتك. يعني بطلبها بالقيمه الايجاريه، لان بطلبها بالقيمه الايجاريه. تمام، من شهر فبراير لحد وقتنا هذا. تمام. انا لحد اقامه الدعوه لحد شهر 8، فوجئت ان في شهر 8 دفعت الايجار. بس دفعته ازاي بقى؟ كانت كاتبه في الايجار ورثه فلان واسم انا، يعني انا والورثه مع بعض، ودفع عن شهر عن سنه 2022 و23، يعني انا والورثه. طب انا مالي ومال الورثه؟ وحضرتك عملت حواله حق يا استاذ محمد؟ عملت حواله حق، والساكن الساكنه الملك القديمه عملت حواله حق، لان البيت على المشاع. ايوه فهمت. فانا دلوقتي لما جيت بصيت لقيت ان هي دفعت لحد 30/8، وانا والورثه اللي هم اللي انا اشتريت منهم. تمام. طب حضرتك مع الورثه عملتوا عقد اسمه، يعني بقت العين دي بتاعت حضرتك ولا برضو على المشاع؟ لا على المشاع، انا شاري من الملك اللي بتملك 75%. تمام. ما هي دلوقتي المستاجره لما تيجي تعمل انذار عرض واجره، لو في ما يفيد ان العين دي مخصصه لسيادتك تعمل انذار عرض الاجره باسم سيادتك، لكن طول ما هي على المشاع لازم تعرض القيمه الايجاريه للورثه. طب ما انا شاري من سنه 21 سعادتك.
يعني حضرتك لا يا استاذ محمد، قصدي سياده المستشار حضرتك مشتري حصه مفرزه ولا حصه على الشيوع؟ مع الشيوع هي محتاره. حصه على الشيوع. على الشيوع، هو على الشيوع لازم تنزل الورثه، لان طالما على الشيوع مفيش اسمه وتخصيص، يعني مفيش اسمه تمت قالت ان استاذ محمد يختص بالوحده دي الكائنه فيها المستاجره اللي بتعرض الفلوس. يعني علشان كده هي عرضت على حضرتك وعلى الورثه علشان تامن نفسها يا استاذ محمد، عشان تأمن نفسها. طب بالنسبه للشقه في العقد في شرط الصريح الفاسخ في البند الرابع من العقد، وانا بطالبهم بيها، هل ينفذ هذا؟ الشرط الصريح الفاسخ في حاله عدم سداد القيمه الايجاريه؟ تمام، لو حصلت لاول مره وعرضت القيمه الايجاريه فساعتها القاضي بيقضي. ده قانون جديد سنه 96. تمام يا فندم، انا متفق معاك مش مختلف، بس هي عرضت القيمه الايجاريه. هي عرضت القيمة الإيجارية، فإذا خلاص انتهاء الدعوة صلحا، لأنها عرضت القيمة الإيجارية المتأخرة. لو تقررت تاني بيحق لحضرتك إعمال الشرط الصريح الفاسخ بفسخ العقد. وفي سابقة أولى في القانون الجديد ساعتك؟ نعم؟ في سابقة أولى في القانون الجديد؟ في سنة، في سابقة أولى في القانون الجديد؟ في سابقة أولى إزاي يعني؟ معلش وضح لنا. يعني بالنسبة لـ هو عرض للإيجار. أيوة فهمت. يبقى هو لو هي عرضت الايجار يبقى كده سابقه اولى كده. طالما في سابقه اولى وقررت ده تاني يحق لحضرتك الفسخ. شكرا سعاده المستشار. خالص العفو. شكرا استاذ محمد. الاستاذ موسى، مساء الخير يا فندم. ايوه اتفضل يا استاذ موسى. ايوه، انا عندي بيت من سنه 67 مستاجر ب 5 جنيه وب 6 جنيه وب 10 جنيه. ايوه. لحد 2024. مظلوم بقالي 55 سنة وعندي 80 سنة وعاجز وعايز شقة في بيتي، مش عارف السكان ماتوا ولا نعم. ايوه معاك يا فندم. طب سؤالك ايه يا فندم؟ سؤالك ايه؟ نعم السؤال حضرتك ايه يا استاذ موسى؟ عايز يشوفوا لي حل، انا عندي 80 سنة محتاج اكل عيش. حاضر. ساكن بخمسة جنيه وعنده عربيه شوفوا ليه، والتاني تاجر المخدرات والتالت تاجر مش عارف ايه، والاحفاد هي اللي قاعدين في الشغل. استاذ موسى، هو يعني احنا منتظرين لحتى الان يعني تشريع قانوني يحكم العلاقه الايجاريه بالنسبه للقانون القديم، فيعني قريبا على ابواب. شكرا يا استاذ موسى. وبرضه لو استاذ موسى عنده محامي، يعني هو مالك للعقارات ديت القيمه الايجاريه فيها قليله جدا، انا مقدر ده طبعا، يقدر يشوف لو في مستاجر اصلي توفى يقدر ان هو يرد العين. لو في مستاجر اذا كان لا يجوز انه لو ما فيش من يمتد ليه، وبرضه بالاضافه ان هو يقدر يرفع دعوى زياده القيمه الايجاريه. ولكن احنا في انتظار تشريع جديد باذن ربنا، لكن لغايه دلوقتي ما فيش. لا لحد الان، لانه في بيحصل لبس يا سياده المستشار. التشريع اللي صدر اللي هو الخاص بالمحلات التجاريه، او مش المحلات التجاريه كمان، اللي هو الاشخاص الاعتباريه. لا لا ده اللي هو اللي ده صدر ده. لا لا ده ففي ده فرق بين المستاجر الشخص الاعتباري والشخص وبين الطبيعي. الشخص الطبيعي اللي هو الاشخاص العاديين، ده حقيقي، ده اللي بناكده يعني. طيب سياده المستشار، حضرتك قلت بالنسبه للضمانات القانونيه اتكلمنا في ايصال الامانه، قلنا لازم ثلاث اطراف، لازم ثلاث اطراف اللي هو المستلم واللي اقرض وشخص ثالث، الطرف الثالث اللي هنوصله. قلت حضرتك انه لازم يتم التوقيع من جانب المدين. يفضل ليه؟ يفضل كتابه ايصال الامانه من اوله لاخره بتوقيع وبخط المدين بس، بالاضافه ان طب ما اوقات ممكن المدين يكون ما بيعرفش يقرا ويكتب، وارد، صحيح. فيفضل ان هو يكون معاه حد ويكون في شاهد تمام على الواقع دي، بحيث ان الموضوع لما يوصل لنزاع قضائي اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب ايام زمان فبيبقى فيه بصمه، البصمه بتاعته مش البصمه، بصمه الاصبع، الختم. فطبعا الختم دوت دليل على ان هو عارف وحد قرا له الايصال من اوله لاخره، ولازم يكون فيه شهود. لكن نرجع لموضوعنا تاني في حته ايصال الامانه، المحرر من المدين لابد انه يكتب من اوله لاخره بنفس الخط بنفس القلم، ما فيش اي تغيير وما يبقاش فيه فارق زمني وما يبقاش فيه اختلاف في الخطوط، لان بنوصل بعد كده قدام المحكمه لما بنطعن بالتزوير بنوصل لمصلحه الطب الشرعي، التزييف والتزوير. والموضوع دلوقتي بقى مستحدث وبقى فيه تقنيات تقدر تثبت هل التوقيع ده دم بمجلس العقد ولا تم التوقيع قبل او لاحقا، وهل هو نفس الخط من عدمه، فكل ده بنقدر نثبته. تمام. طيب اسمح لنا نخرج لفاصل، وبعد الفاصل نكمل موضوعنا عن الضمانات القانونيه للدين الاجل. اعزائي المشاهدين، فاصل ونتواصل مع حضراتكم.
للإعلان على نيسات اتصل على 012-76-22-345 أو 012-76-22-346. بنقول انه في ايصال الامانه ثلاث اشخاص، نمره 2 واجب انه يوقع او يملى كل البيانات الشخص المدين. ده حقيقي. طيب نفترض انه وقع على بياض، ايه الخطوره اللي بتترتب عليه وممكن تطلع يعني عدم الاعتداد بايصال امانه من اساسه؟ ده حقيقي. خلينا نتفق بس ان قانون العقوبات تصدى للموضوع دوت في الباب العاشر في حتة خيانة الأمانة والنصب، يعني النصب وخيانة الأمانة. في ناس أنا دلوقتي بقرض حضرتك مبلغ، فباجي أقول لك بقول لك إيه امضي لي، فتيجي تقول لي ده أنا امضي لك كمان على بياض، وأفرح أنا بكده. طبعًا ما ينفعش. على أساس إن أنا أكتب اللي أنا عاوزه. الله ينور عليك. لا طبعًا، هنا قانون العقوبات بيعاقب على ده أساس إن أنا لو استلمت من سيادتك ورقة على بياض ومالتها للإضرار بيك، قانون العقوبات نص المادة 340 بتنص أنا استخدمتها بسوء نية للإضرار بيك، لأن أنا ما استحقتش الدين كله. يعني على سبيل المثال أخدت منك 10,000، أخدت مني 10,000 ومضيتك على بياض، رحت أنا كاتبهم 100,000. طب حضرتك لما نقف أنا وأنت في محكمة، حضرتك تقدر تقول لا أنا ما أخدتش الرقم دوت من الأستاذ فادي، أنا واخد بس 10، بالإضافة إن الكلام ده كله مش أنا اللي كاتبه، أنا بطعن بالتزوير. فلما أطعن بالتزوير أنا هثبت إن التوقيع، مش أنا اللي هثبت، مصلحة التزييف والتزوير الطب الشرعي هتثبت إن التوقيع دوت على سبيل المثال تم النهاردة وبقيت الإصالة اتملى بعد شهرين، فإذا في فارق زمني، فإذا هنا الحجية بتاعت أو الحجة بتاعت المتهم في الدفع بطعن بالتزوير خلاص بقت قدام القاضي صادق، فبالتالي هو عمل ده للإضرار بيك. نرجع بقى لنص المادة 340، أرفع عليه جنحة مباشرة وأقدر أقاضيه إن هو أضر بيا وأقدر أحبسه. يعني أنا دلوقتي لو وقعت بس وسبت الإيصال فاضي تمام، وحضرتك مليته، تعتبر قضية وفي ناس كتير قوي ما تعرفش الموضوع دوت وفاكرة إن أنا موقع على وقت، فبيبقى الآن هو عامة نصيحة. يعني في ناس بتفتكر إنه لما أنا ملك الدنيا لما أخد توقيع على بياض أضع أي مبلغ، لا هو بس عشان بيبقى فيه أوقات يفقد قوته، بيفقد طبعا قوته، لأن الموضوع كله أنا دلوقتي ماضي على بياض لكن مش كاتب الموضوع، فاللي هيكتب الموضوع ده انا اتحاسب، شخص غيري من حق انه نطعن بالتزوير ويقول لا انا ما كتبتش الكلام ده وده ما كانش الاتفاق، بالاضافه ان ده ممكن ياخدنا في حته تانية. انا ممكن اكون مقرض سيادتك 10,000 اكتبهم في الورقه 100، بس ال 10,000 دي حضرتك عملت بيهم حاجه، فعندك دليل ان انت اخدت 10,000 على سبيل المثال دفعتهم مقدم في حاجه، فتيجي قدام القاضي يا فندم انا راجل دخلي 2000، جبت منين ال 10,000 دولار؟ ده انا كنت هو ده المبلغ اللي كان متفق عليه، فدي قرينه تمام. انا جاي اهو بعترف وبقر على نفسي ان انا اخدت من الراجل ده 10,000 مش 100، بالاضافه لما اطعن بالتزوير الطب الشرعي هيثبت ان التوقيع، وطالما اثبت الصلب مختلف، الصلب مختلف عن التوقيع بس بينزل بقى متهم. الله ينور عليك. ساعتها بقى زي ما بيقولوا كده السحر انقلب على السحر. صحيح. الاستاذه ايمان، مساء الخير يا فندم. الو، مساء الخير. الو، ايوه معاكي يا فندم. اهلا بحضرتك، اتفضلي. كنت بس اسال حضرتك المستشار على حاجه كده. انا عندي شقه تمليك وعندي بنات، ما عنديش اولاد. تمام. وبعدين عايزه اضمن حق بناتي من اي ورثه ولا اي حاجه، يعني اسلم طريقه للتنازل للشقه هل هبه ولا ايه الاجراءات الصحيحه لحفظ حقوق البنات؟ اعمل هبه ولا اعمل انا ايه؟ ولو كانت في هبه اجراءاتها ايه؟ حاضر تمام. البنات بس عندهم إزح. البنات اعمارهم قد ايه؟ لا ده كبار. طب تمام. طيب هنقول لحضرتك يعني الواجب تعملي ايه يا فندم. حاضر. في اي استفسار تاني يا فندم؟ لا شكرا، بس عايزه الاجراء السليم القانون الصح. حاضر يا فندم. تمام. تعمل ايه؟ هو هبه ولا بيع ولا ايه؟ هو يفضل، يعني هنتكلم لو الوحده مسجله شهر عقاري فبيقدمها اختيار من الاثنين، يا تعمل عقد بيع عادي تمام وتكتب فيه اي ثمن، وتكتب ثمن اي ثمن، تكتب اي ثمن، لان ده كده كده البنات تمام، يا اما تعمل عقد هبه، ولكن الهبه لازم تسجل شهر عقاري. يعني الهبه ما تعتبرش، الهبه لا يعتد بيها لو كانت في ورقه عرفيه، لازم تسجل شهر عقاري. نقطه مهمه دي. طبعا الهبه لازم تسجل شهر عقاري. اي هبه غير مسجله لا يعتد بيها.
يبقى الهبه لازم تسجل. لازم تسجل شهر عقد او عقد بيع. عقد لو احنا كده كده الطريقين. انا في البدايه طب لو عقد بيع ما يقدرش مثلا بعد عمر طويل الاستاذه ايمان انه احد الورثه اللي هينزلوا ورثه معاهم بما انه ما فيش عصب تمام انه يدفع بالسوريه. يدفع بالسوريه. هنا هنتكلم في نقطه تانية. ولا علشان كده حضرتك سالتهم كبار ولا لا؟ كبار ده حقيقي. يعني معاهم مورد مالي ولا لا؟ تمام. هي دي الفكره. بالاضافه ان برضو ربنا يديها طولة العمر لو عدى وقت فيسقط الحق بالدفع بالسوريه. ده على حسب المده تمام. وفي نفس الوقت يفضل يعني على سبيل المثال بعد عمر طويل ليها اللي هيورثها البنات وشخص فالشخص ده يكون شاهد على العقد. لو كان عقد بيع خلاص الموضوع انتهى ما يقدرش يحتج بعد كده يدفع بالسوريه. يا اما لو وافقوا. لو وافقوا هما بيتربصوا تمام. يا اما يفضل ان هي تعمل عقد هبه. هنا مش هتبقى مطالب منها ان هي تعرف حد ولكن لابد من تسجيل عقد الهبه. تمام. الاستاذ عاطف مساء الخير. مخرج ماشي. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل. ممكن اكلم سعاده المستشار؟ معاك يا فندم. حضرتك يا فندم. بص انا دلوقتي كنت رافع والدتي كانت ماجره الشاكي وكان العقد مكتوب فيه 5 سنين ويجدد تلقائيا. انا رحت لقيت صوره ضوئيه والدتي توفت الله يرحمها. لقيت صوره ضوئيه من الصوره العادي دوت. قدمتها في المحكمه راح الراجل جحد الصوره الضوئيه وقدم عقد ب 59 سنه. بس ازاي انا اثبت ان العقد دوت مزور بحيث ان انا معيش اصلا لوالدتي في اي جهه حكوميه بس عندي صور للعقودات القديمه وماضي عليها وممكن الطب الشرعي يعرف ان الورقه دي معموله سنه كام؟ يعني استاذ عاطف انت مع حضرتك في اوراق حتى لو صور اوراق فيها يعني توقيع الوالده في او عقود قديمه اللي هي العقودات اللي في نفس البيت. طب ما قدمتهاش للمحكمه؟ ما انا لسه هو الراجل اللي كان الجلسه اللي فاتت لقيته مفاجئني بالعقد اللي هو بتاع 59 سنه دوت بس والدتي ما كانتش عامله بتاع العقد دوت. كانت عامله اللي هي المده القصيره دي. بالظبط. طيب يعني لسه في جلسه ثانيه؟ لسه في جلسه ثانيه. انا بس لسه ما اطعمش بالتزوير. ازاي اطعم بالتزوير وازاي اقول له هل الورقه دي ليها سنه ولا يعني يعرف او ازاي تحصل على سند قديم من توقيع والدتك يعني؟ انا عندي عقودات قديمه عندي بس هي كله ورق عرفي يعني مش ورق موثق في الحكومه. مفيش حاجه مثلا لكهرباء لميه للحاجات دي؟ طب كان ليها حساب في البنك؟ لا كان ليها برضه كل ورق عرفي. طب كان ليها حساب في البريد؟ اللي يحسب بس من زمان ما بقدرش اجيب الحاجات دي عشان الحاجات دي بقى. بص يا استاذ عاطف اولا يا استاذ عاطف بالنسبه لاصل العقد اللي هو مدته 5 سنين فيفضل ان حضرتك تتوجه لاقرب اسم شرطه وتعمل محضر اثبات حاله. عملت محضر فقد. تمام زي الفل الله ينور عليك. محضر فقد مستندات بالاضافه ان سيادتك لو متاكد وحط تحتها 100 خط. انا متاكد مليون بالمية. تمام يبقى انت حضرتك هتحضر الجلسه اللي جايه او المحامي اللي مع حضرتك وه يعني هيطعن بالتزوير في العقد المقدم من جانب الرجل اللي هو بينص على 59 سنة. بالإضافة هنا بقى عشان ماما الله يرحمها مش موجودة فمش هتيجي وتطعن بالتزوير ولا تستكتب. ولكن هنا بنلجأ لحاجة تانية اسمها أوراق مضاهاة. لكن أوراق المضاهاة دي لازم تكون أصول وليس صور ضوئية. عندي أصول بس كده. فأنت ساعتها تجيب شهادة الوفاة. الطب الشرعي يعرف إن الورق اللي هو مقدمها 59 سنة يعرف مدة اللي مكتوبة فيها؟ نعم. الطب الشرعي يعرف العقد اللي هو مقدمه 59 سنة يعرف هو الطب الشرعي ما بيجيبش المدة تفصيليا يعني مش هيجي يقول لك العقد ده من يوم كذا كذا سنة كذا لكن هيجي يقول لك تقريبيا حرر على سبيل المثال في مده زمنيه قريبه لا تتعدى سنه ووالده حضرتك ممكن تكون متوفيه من سنتين فاذا ممكن تظهر طبعا. بس ده اللي انا يعني بس يفضل ان سيادتك يعني على سبيل المثال انا طبعا عارف ان الاعمار كانت كبيره والله يرحمها ماما لو معاك اي ورقه اصل يعني على سبيل المثال عقد الزواج بتاع والدتك لو موجود اصله فعليه توقيع والدتك. فاهمني انا اقصد ايه؟ يعني اي يعني حاجه يعني. اي ورقه وقعت عليها والدتك في ورقه بصي العقودات اللي هي العرفيه اللي مكتوبه في نفس البيت. تمام اي حاجه اي سنة. خلاص انت اللي في مقدرتك هتقدمه للقضاء ولمصلحه الطب الشرعي وربنا يكمل اللي فيه الخير بس هي دي الاجراءات اللي انا بقول لسيادتك عليها. شكرا استاذ عاطف. الاستاذه سميره مساء الخير. مساء
مساء الخير. حضرتك ممكن اكلم المستشار؟ معاك يا فندم. ابني اتوفى وكان متعاقد على وحدة في العاصمة الإدارية، دافع 200,000، لي أخ غير شقيق ولي أخوات شقيقة. فالأخ غير الشقيق ده مش عايز ياخد في 200,000 اللي دفعهم أخوه، عايز، وإحنا عملنا له إنذار بالبيع، عايز ياخد في تمن الوحدة ككل 200,200,000، وعمالين نقنع فيه مش قادرين. وانتوا دفعتوا كام يا فن؟ احنا بنكمل. بتكملوا يعني قربتوا تخلصوا اقساط ولا ايه الموقف؟ لا لسه فاضلين 9 اقساط تقريبا عليه. هو عايز ياخد من المجموع ككل؟ ايوه. طيب فايز، هل ده قانوني؟ هو مثبت ان اخوه دافع 200,000 بس، اللي مثبت احنا اللي بندفعه الباقي. طيب ما هو يعني قصد حضرتك يعني ممكن يدخل كواريز بالنسبة لقيمة الوحدة ككل ولا اللي دفعها مقدم فقط، بما ان الوفاة حصلت قبل ما يكمل كل الأقساط اللي انتوا دفعتوها؟ ايوه. طب هو يعني ابن حضرتك الله يرحمه دفع قد ايه غير 200,000؟ دفع 4 أقساط يعني، او حاجة زي كده، 200,000 اللي دفعته، الباقي بأسماءكم انتوا يا فندم، بأسماء الورثة. ايوه. طيب في اي استفسار يا فندم؟ احنا بنورث في البنك باسمنا احنا. باسم مين يا فندم؟ باسم الورثه الباقيين يعني، مش هو ما بيورثش حاجه. طب حضرتك استخرجتوا اعلام وراثه لابن حضرتك الله يرحمه؟ ايوه. طيب اكيد اخر قسط تم سداده بمعرفه ابن سيادتك كان مترخ. ايوه. تمام، واعلام الوراثه برضه مترخ، فاذا أيوه. دليل ان الله يرحمه سدد 4 أقساط قيمتهم 200,000 جنيه، ثم بعد أيوه. كده استخرجنا اعلام وراثه. نصيب أيوة. نصيب الابن اللي هو بيتنازع معاكوا في الوحده حضرتك أيوة. هتقدريه وفقا لاعلام الوراثه على سبيل المثال ليه النص ليه الربع، هتطلعوه كده على جنب، ولكن بالشريعه الاسلاميه لسه. تمام تمام، ولكن انا مش بتكلم على حسابات، انا بتكلم دلوقتي على تعاقد مع الشركه، لازم تروحوا باعلام الوراثه وتعملوا انتقال حواله الحق وتقولوا ان احنا الورثه المتبقيين، وتتكتب الوحده باسم الورثه مش باسم ورثة فلان الفلاني، لا يعني باسم سيادتك وبقية الإخوات دون الأخ اللي مسددش أي حاجة. بس كده، ده الحل الأصح، لكن غير كده هيدخلكم في منازعات في محاكم، والمحكمة عقبال ما تتوصل لأن أنتوا اللي كملتوا السداد، المحكمة برضو ممكن يختلط عليها الأمر في تمن الوحدة. بس فكان يفضل من البداية بعد وفاة ابن حضرتك الله يرحمه أن أنتوا تذهبوا لمقر الشركة تعدلوا العقود تكون بأساميكوا أنتوا. مش راضيين، الشركة مش راضية، مش راضية تعدل العقود، بتقول انتوا دلوقتي من حقكم انكم انتوا الدافعين انتوا، فممكن هو لو اتقدم للمحكمة المثبت انكم انتوا دافعين. ايوه يا فندم، ما هو انتوا بتدفعوا دلوقتي، لما حضرتك بتدفعوا باسمك انت ولا باسم ابنك الله يرحمه؟ لا باسم الحيين، مش باسم يعني باسم الحيين، فكل ده ثابت بتواريخ، فاحنا دلوقتي لو وصلنا لمنازعه في المحكمه وجاي قال انا عايز ثمن الوحده كلها او عايز ورث في ثمن الوحده، طب ما في ما يثبت، في ما يثبت ان ده توفى بتاريخ كذا، مين اللي كمل السداد؟ اللي عايشين. يعني لو دخل زي ما قالك سياده المستشار، لو دخلت في اروقه المحاكم انتوا معاكم ما يثبت ان هو ابن حضرتك الله يرحمه دفع في حدود كذا وفقا لاعلام الوراثه، هيبان ان انتوا اللي دافعين اللي باقي. لكن في نقطه بقى اهم، هي دي المشكله الاكبر، ان ما ينفعش الوحده تفضل باسم المتوفي، لان يحق للوريث بعد كده المطالبه بورثه في الوحده حتى لو انتوا اللي بتكملوا الثمن. بس فعشان كده بقول لسيادتك يفضل إن الوحدة يتغير العقد من اسم ابن حضرتك الله يرحمه لأسامي اللي حيين اللي بيسددوا. طب في حالة رفض الشركة، ما هي بتقول لحضرتك الشركة مش موافقة. لا هنا هنا حضرتك أكيد في بند من البنود إن هذا العقد ساري في مواجهة ونافذ في حق الورثة من بعده، أكيد العقد ده، أكيد البند ده موجود. مش من مطور عقار يا فندم أنتوا مشترين منه؟ احنا لا مش مشترين، احنا بنكمل بس. ايوه من شركة. من شركة يعني يا فندم؟ احنا ابني توفى ما لا التعاقد مش مع شركة يا فندم ولا مع اشخاص؟ مش مع شركة، مع شركة. مع شركة تمام. لا يحق لها ان هي تغير العقد بنفاذ بند من بنوده، هتلاقي بند اكيد صريح ان هذا العقد اللي تم تحريره ما بين الشركه وابن حضرتك الله يرحمه نافذ في مواجهه الورثه، فبالتالي يحق للورثه ان هم يرفعوا دعوه الزام الشركه بتعديل العقد او بتغيير العقد من
وإلى. أو مش ممكن يرفعوا دعوة يختصموا فيها الشركة؟ ما أيوة يرفعوا دعوة على الشركة، مش يرفعوا دعوة على الوريث. الشركة ذات نفسها يعني إذا رفضت زي مالك سيادة المستشار، إذا رفضت يا فندم من حقك ترفعي دعوة كإثبات واقعة برضو. ماشي. شكرا لحضرتك. في حاجة تانية حضرتك، في حاجة تانية اتفضلي. أنا كنت كاتبة نزلت بشقة لابني قبل ما يتوفى، بعدين أنا عايشة فيها يعني، اتنزلت له دي علشان خاطر بس يجي حضرتك معايا. معاك يا فندم. كانت كاتبة إيه معلش؟ كاتبة شقة لابن حضرتك. أيوة بس علشان خاطر يعني يتجوز ويشوف حاله وكده أهو، بس ما خدتش طبعا منه فلوس ولا أي تواريخ ولا أي شيء، بس اتنزلت له عنه علشان تقول كنت عايشة معاه فيها يعني وما زلت عايشة فيها. بس فراحوا هم بجا، هو راح هو بجا رفع دعوة مرتين، مرة في الابتدائي والاستئناف علشان خاطر ياخد نصيبه في الشقة دي، رغم ان انا الشقة دي انا اتنزلت بيها لابني وبتاعتي. مش اتنزلت يا فندم في اتنزلتي في شركة مثلا، رحت الشركة اللي هو متعاقد عليها؟ ايوه. طيب ما انتقلت الملكية ليه هو يا فندم؟ ايوه اتنقلت، لكن مش في سورية البيع، لان انا ما خدتش منه فلوس ولا عملت عقد ابتدائي. سيادة المستشار وصلت الفكره؟ وصلت الفكره. طيب شكرا لحضرتك يا فندم. يعني هي اتنزلت لابنها الله يرحمه، وبعد كده لما بقت الشقه ورث جاي الورثه اللي كانوا على علم. هل من حقهم؟ هي هنا بنبقى قدام احتمالين، يعني قانونا من حقهم، ممكن يبقى من حقهم، وقانونا برضو نقدر نعمل سورية، بس على حسب الواقعة والملابسات والشهود والقرائن نقدر نرفع دعوة سورية، بس مش حضرتك لا ترفع السورية، يعني مفيش حد بيكتب عقد ويروح يسلم نفسه في المحكمة ده عقد سوري. لا، هو ممكن أحد الورثة المتضامنين مع حضرتك أو اللي قلبه على حضرتك أو اللي مقدر الموقف يقدر إن هو يقر ويكون شاهد ويدفع بالسورية ويقول إن الشقة لا دي ملك، يعني ملك خالص ليكي أنتي لانتفاء السداد، تمام، أو لسورية التمن، أو مفيش تمن اتسدد. هي قانونا تمشي الاثنين بس على حسب الملابسات والوقائع. طيب معنا الأستاذ عادل. مساء الخير يا فندم. أستاذ عادل مساء الخير يا فندم. اتفضل يا فندم. أكاد سعادة المستشار مع احترامي. معاك يا فندم. وحضرتك يا فندم. بعد إذنك، أنا مأجر شقة من سنة 1996. تمام. وعقد النور باسمي، الغاز، التليفون. شهر كام 96 يا فندم؟ شهر كام 96؟ كان في أول 96. تمام. يعني قبل شهر 4 ولا بعد شهر 4؟ قبل شهر 4. تمام. قبل. يعني أنا حتى يعني بيقول ان انت كنت يعني في الوقت دوت انت كنت مظبوط يعني في اللي هو اللي بس العقد مكتوب فيه مش شهره، وصاحب الشقه صاحب البيت انا عايز يعلي الايجار. لكن متحرر قبل شهر 4 يا استاذ عادل. قبل شهر 4. تمام تمام. والمالك عاوز يزود الايجار. عايز يزود الايجار. انت مش شهره بقى، وانا يعني انا من حقي ان انا اقول لك اطلع. طيب بره. انت زودت الايجار، دفعت له زياده؟ لا ما دفعتش زيادة. وبتدفع ملتزم بدفع القيمة الإيجارية المحددة في العقد. والوصل اللي أنا بدفعه من أول سنة لحد وقتنا هذا موجود. لكن بتدفع بانتظام. بانتظام يا فندم، بياخد مني بروح أنا. طب إيه المشكلة؟ كل ما بروح بقى لازم يسمعني الأسطوانة اللي أنت لازم تغير الحاجة غليت اللي. أستاذ عادل ممكن ما تروحش بقى، ممكن بعد كده ما تروحلوش. ممكن حضرتك، هي القيمة الإيجارية كام؟ 90 جنيه. جميل قوي. تمام. ال 90 جنيه دولت حضرتك اضرب في 12 وكل سنه بدل ما تروح له اعملهم له على انذار على قد محضر وريح دماغك. بس خلي بالك يدفع الاجره وملحقاتها. الاجره وملحقاتها على حسب العقد، يعني الاجره مكتوب فيها على سبيل المثال الاجره 90 جنيه وفي ملحقات صيانه. خلي بالك يا استاذ عادل، سياده المستشار، انتوا بتفكرونا دايما الاجره وملحقاتها، لان يعني الملحقات تعتبر زي الاجره، لو ما دفعتش الملحقات كان بس لو منصوص عليها في العقد، يعني لو في منصوص عليها في العقد كصيانه حارس بواب او مع احترامي ليك، انا اسف ان انا قطع كلامك ومش مكتوب الملحقات ولا حاجه، 90 جنيه خلاص. يبقى هي 90 جنيه بس يفضل يعني برضو بقى في لا لا في نقطه تانية. حضرتك لما تعمل الانذار هو ممكن ما يستلمش، فحضرتك يعني على سبيل المثال هتبعت شهر هتدفع 90 جنيه بس، لا هتحط فوقيها 10 او 20 جنيه وتكتب في الانذار زائد تحملي مصاريف الايداع
في حاله رفض الاستلام يبقى كده الفلوس اتحطت في المحكمه، حتى لو اتخصم منها مصاريف ورسوم في المحكمه محطوطه كامله مكمله، يقدر يروح يصرفها في اي وقت، ما يجيش بعد كده يقول لك انا اسف. انا مع احترامي ليك اسف ان انا اقطع كلامك، احنا ما وصلناش لحكايه محكمه خالص، ولكن انا كل ما هو سياده المستشار يا استاذ، انا بريحك، انا بريحك في حته ان انت مشكله دلوقتي ان المؤجر بيقعد يكلم حضرتك في زياده الله برافو عليك، تمام صح ولا غلط؟ تمام. فانا بقول لسيادتك تريح دماغك، لما هيلاقي سيادتك اخدت خطوه بدل ما تقعد تسمع الاسطوانه اللي حضرتك لسه قايلها، تمام؟ لا سيادتك تروح معزز مكرم، انذار على قد محضر، هيلاقي ان سيادتك اخدت رد فعل وفلوسك يا باشا في المحكمه. يعني انا كده سليم مع احترامي ليك؟ لحد وقتنا هذا حضرتك سليم 100% ومحدش ليه حاجه عنك. طالما العقد بتاعك او الخاص بيك او اللي انت وقعت عليه قبل شهر 4 96 ايوه، يبقى ملهوش زياده. طب كلمة مشاهرة دي عادي؟ ما عادي كلمة مشاهرة عادي فن؟ عادي يا أستاذ عادل، ما تقلقش. تمام يا فندم. وبعدين برضو في حاجة تانية يا أستاذ عادل، العقد بقى له 96، العقد من سنة 96، يعني عدى فوق ال 15 سنة والراجل عايش وحضرتك عايش، ربنا يديكوا الصحة وطولة العمر، فلا يحق لي إن هو يتمسك بأي حاجة، لأن هو خلاص تقادم إن هو يتمسك بأي حاجة، عدى 15 شكرا. سنة. شكرا استاذ. نخرج لفاصل وبعد الفاصل نكمل موضوعنا عن الضمانات القانونيه للدين الاجل. اعزائي المشاهدين فاصل ونتواصل مع حضراتكم. للإعلان على ميسات اتصل على 012-76-22-34-5 أو 012-76-22-34-6. طيب يعني احنا علشان نكون كفينا ايصال الامانه بجميع جوانبه، نيجي لركن التسليم. ايه ركن التسليم وليه بتكون حواليه مشكله كبيره؟ الفكره كلها ان ركن التسليم ده هو النقطه او الاساس من الاخر، رمانه الميزان في القضايا. انتفاء ركن التسليم او استلم. يعني انا ممكن دلوقتي على سبيل المثال انا ليا فلوس عند حضرتك، فانت رحت ماضي لي ايصال امانه ما كنتش كاتب فلوس، تمام، ليا مبلغ كبير، فقلت لك لا احنا مش هينفع كده، انا عايز اضمن حقي. فيكتب لي دلوقتي ايصال امانه اضمن بيه حقي وزياده كمان عن الرقم. ده مثال. وعلى سبيل المثال كان في سين من الناس قاعد وشاهد على الواقع، فما فيش انا ما استلمت، يعني انت ما استلمتش مني حاجه، انت ما الا بس ايه مضيت لي على مبلغ مبالغ فيه عن الدين الاصلي. تمام. بعد كده كلمتك بعد شهر سدد، قلت لي لا مش هسدد، انا متعسر، ورحت رافع الايصال بقيمه الايصال بالقيمه ديت. فساعتها يحق للمحامي بتاع سيادتك ان هو يدفع بانتفاء ركن التسليم، بمعنى ان المبلغ المحرر في الايصال ده الموكل ما استلموش. ودليل ذلك بتبقى الشهاده، شهاده الشهود، يعني ممكن اثبات بكافه طرق الاثبات، اثبات بكافه طرق الاثبات. ده بالاضافه كمان ان على سبيل المثال ان اوقات ممكن يكون حد مضى ايصال امانه، تمام، بقاله فتره، يعني انا ممكن اكون اول السنه مضيت لسيادتك ايصال امانه ثم سافرت خارج البلاد بدايه من اول 2 ورجعت في شهر 7، فوجئت ان سيادتك عامل لي ايصال امانه وصدر ضدي حكم. بس وانت بتعمل المحضر وانت بتعمله في شهر 2 وانا مسافر، الكلام ده حصل من امتى؟ الكلام ده حصل من اسبوع. فساعتها بشهاده التحركات اروح اقدمها للقاضي واقول يا فندم اولا هو كان خارج البلاد، ثانيا انتفاء ركن التسليم، ازاي هستلم وانا خارج البلاد؟ صحيح، هي دي الفكره. طيب لو انا مضيت على ايصال امانه وعلشان مثلا ضمان لحاجه معينه، وحضرتك جاي اطالب بايصال امانه علشان المبلغ، ويبقى خلصت اللي عليا، قلت لي الايصال ضاع، تمام، اعمل ايه يعني؟ ازاي اثبت الواقعه دي وانا عايز اوفي لك المبلغ، ولكن في نفس الوقت خايف بعد فترة طالبني بإيصال الأمانة؟ بس ناخد الأستاذة سامية ونرجع للنقطة. تمام. أستاذة سامية مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اتفضلي يا فندم. ممكن أكلم سيادة المستشار؟ معاك يا فندم. بص حضرتك، أنا كنت متجوزة من 2007،
تمام. كنا عايزين في قانون جديد وحصلت مشاكل وكده، فانتقلنا بعد كده خدنا حاجه عقد مفتوح. انا دفعت ثمن الشقه بس للاسف جوزي عملها باسمي. ايجار ولا تمليك؟ لا عقد مفتوح. يعني ايجار؟ ايجار بس 59 سنه مش عقد محدد. باسم مين اتحرر؟ اتحرر باسم جوزي. تمام تمام، بس انا اللي كنت دافع فلوسها. وانا حاليا احنا غالبا احنا بقالنا 3 سنين منفصلين. فانا بس عايزه اعرف هي في حاجه تضمن حقي؟ انا عملت قبل كده رفعت قضيه تمكين لانه غيرت لون الشقه وكسبت القضيه. بس انا صراحه مش قادره اقعد في الشقه وهو موجود. هو تمكين بالمشاركه. تمام. فانا بس عايزه اعرف مفيش حاجه تضمن حقي ان الشقه او فلوسها ترجع لي؟ حاضر يا فندم. حاضر. دي حاجه. ممكن حاجه ثانيه؟ اتفضلي. بص انا حضرتك احنا زي ما قلت حضرتك احنا منفصلين كده بقالنا 3 سنين. انا قاعده في بيت اهلي وهو قاعد في الشقه. ايوه. مفيش قانون في النفحية يديني الحق الطلاق لان العشره بقت مستحاله بينا، واصلا كده كده احنا كنا عايشين. حاضر. يعني كده زي الاخوات مع بعض. تمام ماشي يا فندم، شكرا لحضرتك. لغايه دلوقتي لم يصدر قانون. لا هو اولا بس بالنسبه لموضوع الشقه تمكين. بالنسبه لموضوع الشقه طالما العقد محرر باسم الزوج فهي ما لهاش اي حق في اي حاجه لان العقد حتى لو كانت هي اللي بتدفع ولكن ليها تمكين، هي واخده تمكين بالمشاركه، فهي تقدر ان هي في اي وقت حتى لو نفذت التمكين ده قبل كده ومشيت راحت بيت اهلها تقدر ان هي تنفذ التمكين في اي وقت لان التمكين ما اتلغاش مفتوح موجود. لا هو موجود لحد ما الصغار اصغر واحد فيهم يتم 15 سنه يحق للزوج ساعتها ان هو يلغي التمكين ويوفر لهم مسكن بديل. دي نقطه. النقطه الثانيه او تحصل على اجر سكن مثلا اجر مسكن. تمام. ساعتها الاطفال هم بقى اللي بيطالبوا الاب لان هم تعدوا سن المخاصمه قضيه ببلوغهم 15 سنه فساعتها هم اللي بيرفعوا نفقه ابناء واجر مسكن. النقطه الثانيه بالنسبه لموضوع الطلاق فهي يفضل يعني ان هي تتجه للمجلس الملي وتفتح ملف ويبحثوا الشكوى ويبحثوا المشاكل لعل وعسى ربما ربنا ممكن يزرع السلام في البيت ويلموا الدنيا وممكن وده اللي بنتمناه. طبعا. او ممكن يكون اخذوا الاجراءات بقى في ان هم طبعا المجلس الملي يكون عنده حل للانفصال باذن الله يكون خير وان شاء الله ويرجعوا لبعض باذن الله. باذن ربنا. الاستاذ ايهاب مساء الخير. معانا الدكتور جورج. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. ازيك حضرتك؟ اهلا دكتور اتفضل يا فندم. في الحقيقه حضرتك انا عندي شقه في يعني بيت يعني وفي شقه مستاجره ايجار قديم. المستاجر الاصلي مات سنه 80 وابن المستاجر الاصلي كان مقيم في الشقه ديت ومات من حوالي شهر. دلوقتي هل العقد دلوقتي بالنسبه للقانون القديم ابن المستاجر الاصلي وزوجه ابن المستاجر الاصلي ليهم حق في امتداد العقد برضه ولا ايه الوضع؟ طيب المستاجر الاصلي اتوفى امتى يا فندم؟ سنه 80. سنه 80. فحضرتك بتسال يمتد الحفيد ولا لا يعني؟ الحفيد وزوجه ابن المستاجر الاصلي. حاضر يا فندم شكرا لحضرتك. هنا يمتد الحفيد يعني هنا اتوفى 80 المستاجر الاصلي عشان حكم المحكمه الدستوريه. تمام. اللي هو 2002. المستاجر الاصلي اتوفى قبل 2002. مفيش مشكله احنا دلوقتي بنتكلم المستاجر الاصلي زوجته عايشه. ما هو المستاجر الاصلي توفى. تمام. امتد لابنه ولزوجته والورثه الشرعيين. هو بيسال على ابن الابن دلوقتي موقف ايه؟ لا ما يمتدلوش في حين ان المستاجر الاصلي توفى قبل 2002. مفيش مشكله احنا بنتكلم من بعد 2002. تمام. اي حكم بعد كده يعني اي نزاع بعد 2002 اللي سبق قبل 2002 خلاص ده كان يمتد لجيل واثنين وثلاثه. لكن بعد 2002 هو جيل واحد. جيل واحد. معانا الاستاذه نيفين. مساء الخير استاذه نيفين. انا بس عايزه اسال سياده المستشار على حاجه. اتفضلي يا فندم. احنا المفروض البيت ده بيت والدي والمفروض ان في عياده يعني مؤجر مننا من سنه 80 من ايام جدي يعني وهو حاليا بقى له 15 سنه مش بيفتح العياده. يعني مقفوله يا فندم. مقفوله وهو وبرده حتى العداد الكهرباء عليه كهرباء بمبالغ. والمفروض ان هو عايز مننا احنا فلوس عشان نسيب الشقه وهو في الاخر بيدفع ايجار 40 جنيه. تمام. فهل نقدر نعمل حاجه؟ هو عايز يساومنا بقى طب تمليك. لكن مفيش مثلا ما جابوش دكتور مثلا مكانه العيله ما جابتش دكتور تاني يباشر العياده. خالص هو اصلا ليه عياده تاني في مكان تاني وهو بقى دي قافلها وهو كل الايجار 40 جنيه بس.
طب عليه مديونيات للمصالح الحكوميه؟ لا. يعني ايه؟ يعني في دين للكهرباء، للمياه، للغاز. اه الكهرباء، الكهرباء والميه. ايوه. طب ما هو يعني ما فيش استهلاك، فيما يفيد ان ما فيش استهلاك. ما هو ما فيش استهلاك. هو مش بيفتح، بس هو المفروض ان هي هو يعني لا، قصدي سياده المستشار بيسال حضرتك على اساس انه عدم الاستهلاك ده هيفيدكم برضو. ما فيش بالظبط. هو فعلا مش بيفتح. تمام. طيب بس هو ما بيعدوا عليه كهرباء برضو، عشان هو برضو ان هو من ضمن ان هو مش العداد موجود. تمام تمام، شكرا استاذه نيفين. ايه المفروض؟ هو في القانون دعوه طرد للترك متروك، المكان ده متروك تمام، وفي اضرار للغير، بس تقدري تثبتي ان البيت ده ما فيش حد بيشغله، او العاده دي ما فيش حد بيشغلها، ودي بتبقى بناء خصوصا مده طويله، مده طويله، ودي بتبقى بناء دي قضيه خبير. يعني خبير هينزل ويسال الجيران ويستفسر ويشوف، وهل يشوف. طب نوع الدعوه اللي يرفعوها ايه يا فندم؟ دعوه طرد للترك. 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 بس تمام. معانا الاستاذه ناديه. مساء الخير. متشكرين يا استاذ نشأت على البرنامج الحلو ده. احنا بنشكر حضراتكم يا فندم وعلى المتابعه. اتفضل. معلش، احنا عايزين نعرف موضوع الهبه، الامور مش واضحه فيها بالنسبه للهبه للبنات. لو اتكتب هبه برضو، ولو في حد وريث تاني بيدخل معاهم ولا لا؟ غير كده الاستاذ بيقول ان هو نعمل تسجيل شهر عقاري. ما معناه شهر عقاري؟ يعني ان احنا نسجله تسجيل اللي هو بالفلوس الكتيره، ولا صحه توقيع ويمشي الحال بيها يبقى برضو ضمن صحه توقيع؟ صحه توقيع مش شهر عقاري يا استاذه ناديه، دي معلومه. صحه توقيع مش شهر عقاري. صحه توقيع مش شهر عقاري. انت حضرتك بتقولي صحه توقيع، انا بوضح لك المعلومه. صحه توقيع دي لا تمس الشهر العقاري. طب يعني ايه؟ يعني ايه يعني ما بتنقلش الملكيه برضو، علشان ما نسيبش النقطه دي. دعوه صحه التوقيع زي ما قال سياده المستشار لا تنقل الملكيه. طب امال نضمن حق البنات ازاي؟ طيب. ما هو التسجيل دلوقتي بياخد فلوس كتير جدا، بالعشرينات والتلاتين الف. لو عندي وحده ودول بنات، طب انا اسجلها او اضمن لهم حقهم ازاي من غير شريك معاهم؟ طيب تمام. طيب دلوقتي بس الوحده دي متسجله شهر عقاري ولا لا؟ لا لا، مش ولا معمول فيها حاجه خالص، هي موجوده باسم الام. طب ما هو في بنات لو يعني الام تركت الحاجه دي هيبقى يداخل فيه وريث معاهم. طيب يعني سؤال حضرتك برضو عشان نساعدك يا استاذه ناديه، حضرتك بتقولي لو كتبت عقد اللي هو عقد ابتدائي هل ده كافي؟ ابتدائي. هل ده كافي ولا لا؟ ده سؤال حضرتك. من غير تسجيل. علشان نفقات التسجيل صح؟ ايوه. وهل صحه التوقيع بتاكد الـ 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 الاحتفاظ بالحق مثلا؟ ولا برضو صحه التوقيع هتدخل معاهم شريك؟ حاضر. الهبه، صحه التوقيع على الهبه. صحة التوقيع على الهبة. بتضمن الحق ولا برضو بيدخل معاهم وريث؟ كان قال نقطة على الهبة ان لازم تتسجل. طب يعني ايه بقى تسجيل شهر عقاري؟ تتسجل فين يا فندم؟ التسجيل في الشهر العقاري كأن حضرتك دلوقتي رايحة تسجلي الوحدة شهر العقاري، بدل ما هتسجليها ده غير اجراءات التسجيل؟ هي اجراءات التسجيل، بس بدل ما انا بسجل عقد بيع اسمه تسجيل عقد هبة. بمعنى ان انا دلوقتي رايح بقدم طلب لمأموريه الشهر العقاري، انا عايز اسجل عقد الهبه ده، فبجيب التسلسل بتاع الوحده ديت المسجله شهر عقاري وبحولها، ان بيطلع على ورق اخضر زي ما المشاهدين متعودين بس بتكون عقد هبه. بس طب ودي برضو مش هتبقى بتكلفه برضو الافات كتير كده زي التسجيل؟ هي مش بتبقى بتكلفه الافات كتير، على قد مساحه الوحده وهل الوحده دي اتسجلت قبل كده ولا لا، وهي بتبقى رسوم عقد الهبه عادي، ما هو هبه بلا مقابل. يعني طب ومساحه الوحده هم هيبعتوا الشهر العقاري يشوفوا مساحه ولا بناء على المكتوب؟ لا يا فندم، في مهندس بينزل من المساحه بيعين الوحده وبيرفع المساحات بتاعتها عشان يسلمها. ماشي. طب الشهر العقاري هو اللي هيبعت ولا انا اللي هبعت الحاجات دي؟ اجراءات يا فندم، ما هي بتاخد اجراءات يا فندم. الشهر العقاري مش هيجي لسيادتك، سيادتك اللي بتروح للشهر العقاري. ماشي. انت وبناتك وبتقولي انا عامله لهم عقد هبه اللي هو العقد العرفي، انا عايز اسجله. طيب ارد على سيادتك تاني في صحه التوقيع. صحه التوقيع دعوه تحفظيه عشان يجي بناتك بعد كده يقولوا لا ده توقيع ماما وده صحه توقيع، لكن يعني الدعوه ملهاش دعوه بموضوع العقد. العقد دلوقتي انت بتتنازلي او بتديهم بتوهبي لهم الشقه. لو اخدت صحه توقيع على العقد ده مش ضمان. ده مش ضمان. يدخل بس معاهم وريث برضه. يعني ملهوش قيمه يا فندم. لا مش يدخل معاهم وريث، مش هيدخل معاهم وريث هو. بس الفكره كلها ان الوريث يحق ان هو يعترض على العقد العرفي اللي هو عقد الهبه اللي متاخد عليه صحه توقيع، لان الهبه لابد ان تسجل.
لكن يعني شهر عقاري انا اروح بيهم في الشهر العقاري واقول ان انا عملت لهم الحاجه دي هبه. بتروحي تقدمي طلب في الشهر العقاري بتسجيل العقد، تسجيل عقد هبه، يعني هتعملي عقد هبه اسمه عقد هبه بدون مقابل. تمام. صيغه العقد حضرتك بتبقي طرف اول واهب، البنات طرف تاني موهوب له، وبتاخدي العقد دوت وبتاخدي البنات لان دي خلاص عقد هبه رضائيه وبتقدري تسجلي ده يعني في شهر العقاري. يعني من غير التوثيق في الشهر العقاري لا يعتد بعقد الهبه. ودي ضمان ان مفيش حد يدخل معاهم في حاجه. طالما الهبه اتسجلت مفيش حد يقدر يعترض عليها ولا حتى يرفع دعوه عدم نفاذ تصرف في مواجهته. لكن لو هي مش متسجله ممكن. ممكن يا فندم. طيب شكرا. شكرا لحضرتك. سيادة المستشار، يعني احنا اتكلمنا دلوقتي الضمانات اللي بياخدها البايع وازاي يضمن نفسه ويضمن اللي هو انه يرجع له المبلغ اللي هو بتاع القسط. تمام. بالنسبه للشيك ايه موقفه؟ الشيك يعني انا دايما بفضل ان انا لو ببيع وحده تمام وتبقى مبلغ وهيحرر لي بيه شيكات تمام، بفضل كقانونا يعني ان انا اكتب ارقام الشيكات في العقد، بالاضافه ان يفضل تمام ان كمان تكون شيكات مقبوله الدفع، بمعنى ان انا ضامن ان وقت استحقاقه راح اصرفه بالبنك وتمام زي الفل عشان ما نخشش في مخاطرات. طيب انا دلوقتي الجانب بتاع المشتري لازم يكتب ارقام الشيكات في العقد. هتلاقي البايع لا مش عايز يكتب، ليه؟ عشان يحقره انه يطالبك مدني. ما هو هيفتح ويحقره. الله ينور عليك. ويحقره كمان ان هو يحبسك. لكن انا لو كاتب الشيك في العقد يبقى انا كده بحصر الطرفين في نزاع واحد وهو نزاع مدني، عشان يوم ما يرفع الشيك اللي اخذ رفض لعدم وجود رصيد كافي ندفع بالمدنيه مدنيه النزاع ويبقى الموضوع كله مدني. تمام. طيب معانا الاستاذ امين وده اخر اتصال وبنعتذر لباقي الاتصالات. اتفضل استاذ امين. فندم. اتفضل يا فندم. انا دلوقتي انا كنت عامل بلاغ من النجده. ايوه. لوز الشقه عندي او المكان عندي اتكسر. نور قطع. عملت بلاغ نجده. النجده جت بهدلتني وقال لي تدابع عليا انا وعملت لي محضر ادعاء سلطات وبلاغ كاذب، ايه الحل؟ حاضر يا فندم. شكرا لحضرتك. ايه الموقف هنا يا فندم سريعا كده علشان نلحق؟ هو اتصل بالنجده، ايه اللي حصل؟ معلش الصوت ما كانش واضح. بيقول انه في قالوا له ده بلاغ كاذب، انه في النور اكيد جه. ما ده اكيد يعني هو بلاغ، هو لما النور بيقطع بنتصل شركه الكهرباء مش بالنجده. لكن هو لو كان في كسر، عشان انا سمعت كسر، لو في كسر فهو انا سمعتها كان في كسر ولا النور كان قاطع؟ للاسف انا الصوت ما كانش واضح. لو كسر يقدر ان هو يصور ويتجه للنيابه، لكن لو كان النور قاطع كان في سرقه. في سرقة يبقى هو بالتالي عمره ما هيتعمل له بلاغ كاذب لو في سرقة. طب ما يعني لو في سرقة ومعاك على سبيل المثال سرقة منك التليفون. لو معانا الأستاذ أمين يا ريت ترجع لنا. أستاذ أمين. طيب طيب لو وقعت سرقة إزاي؟ لو وقعت سرقة وجات النجدة واللي جاي سواء الملحق اللي جاي من الاسم أو المركز أو النقطة ورفض اللي هيثبت الواقعة. هيثبت الواقعة. طب رفض حضرتك تاخد اللي اتسرق، يعني آسف، تاخد نفسك وتروح النقطة أو المركز وتعمل محضر سرقة بمحتويات اللي اتسرقت وتطلب معاينة النيابة واستيفاء النيابة. يتم الاستيفاء. طبعا. لكن أنت دلوقتي أنا بأمانة عشان ما سمعتش فأنا مش عارف أحدد أو أرد هو هل يحق أن يتم البلاغ الكاذب ولا لا؟ لكن ممكن يثبت الواقعة. يثبت الواقعة طبعا. أنا انا دلوقتي اتسرقت بس لازم يكون في معالم للسرقه، يعني لو في كسر اتصل بالنجده عشان النجده تثبت. لازم يكون في معالم. في معالم. طب لو مفيش معالم ساعتها النجده مفيش تيجي كسر ولا غيره، النجده تيجي تقول له لا ده بلاك كاذب. صحيح. او مفيش اثبات واقع يعني. مفيش اثبات واقع. طيب سياده المستشار للاسف وقتنا انتهى. بنشكر سياده المستشار فادي عجيب انور محامي الاستنافع العالي ومجلس الدوله. شكرا جزيلا. طيب شكرا لحضرتك. طيب. أعزائي المشاهدين بنتمنى نكون قدمنا لحضراتكم معلومه قانونيه مفيده. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه. شكرا لحضراتكم.